في الحقيقة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة في زراعة القطن المصري. لما نقول القطن المصري يعني بنتكلم عن الريادة العالمية لسنوات طويلة جدا أجود الأنواع القطن طويل التيلة. علشان كده في خطة مصرية لمضاعفة مساحات زراعة القطن في الموسم الجاري إلى 100,000 فدان. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن زراعة القطن في محافظة كفر الشيخ وكيفية الدعم المقدم للمزارعين لتلبية احتياجاتهم. معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ. صباح الخير على حضرتك يا فندم. أهلا. صباح النور يا فندم وصباح الخير على مصر كلها. يعني المحافظة قامت بمضاعفة يعني الأراضي المزروعة ل 100,000 فدان قطن في الموسم اللي احنا فيه ده دلوقتي. الموسم اللي فات احنا كنا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن محافظة كفر الشيخ من المحافظات الرائدة في مجال الزراعة وخاصة طبعا في محصول القطن. ويمكن طبعا الاهتمام الكبير اللي بيوليه فخامة الرئيس للقطاع الزراعي بشكل عام جدا وخاصة طبعا المحاصيل الاستراتيجية ومنها طبعا محصول القطن أدى طبعا لعودة القطن المصري نقدر نقول لعصره الذهبي. يمكن مساحات القطن كانت عندنا الموسم الماضي حوالي 85,000 فدان. يمكن احنا بنستهدف ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله 100,000 فدان ويمكن يبقى فيه زياده كمان عن كده. يمكن بنستهدف مجموعه من الاصناف القويه زي جيزه 94 وزي جيزه 96. محافظه كفر الشيخ تعتبر المحافظه الاولى في زراعه محصول القطن. كان عندنا السنه دي ما يقرب من 4 مراكز للاقصار، ومراكز الاقصار دي هي المراكز اللي بنحصل منها على التهاوي بالنسبه للموسم القادم ان شاء الله. دي كانت متمثله في مطوبس في صنف جيزه 96، متمثله في الحمول وبيلا والرياض في صنف جيزه 94. يمكن الحمد لله منظومه تسويق القطن كمان من الطفرات الجميله جدا اللي موجوده بالنسبه لتسويق القطن، ما بقتش فيه اي مشكله خالص بالنسبه لتسويق هذا المحصول. كسر حاجز ال 15,000 جنيه بالنسبه للامطار، وده بيعتبر سعر كويس جدا وسعر مشجع ومرضي للمزارعين. طبعا عندنا حوالي 94 مجمع. معالي وزير الزراعه مهتم جدا بعوده المحصول الى سابق عهده، ويمكن خد خطوات بفضل توجيهاته قدام بشكل كبير جدا. يمكن الموسم بيبتدي عندنا من الموسم اللي فات ان احنا بنحافظ على الاصناف بتاعتنا بشكل كويس جدا بحيث ان احنا نحصل على اصناف عاليه الانتاج وتهاوي وبذور عاليه الانتاج بيتم الحصول عليها من مراكز الاقصار كما اشرت سابقا. بعد كده بنبتدي نوزع التهاوي ديت على المزارعين في بدايه الموسم من خلال الاداره المركزيه لانتاج التهاوي وفحصها. بعد كده بتتوالى بقى جهود وزاره الزراعه من خلال توفير مستلزمات الانتاج الخاصه بالاسمده تدخل دور الارشاد. أنا مقدر جدا طبعا الجهود الزراعيه، ولكن انا بهتم كوسيله اعلام بمنظومه القطن بغض النظر عن هذه التفاصيل. انا لما بسافر بره بشوف ايجيبشن كوتون او قطن مصري بلاقيه اغلى حاجه في الاسواق الاوروبيه. احنا بقى بنعمل ايه بعد ما بنزرعه؟ بنوديه لفين؟ حضرتك اتكلمت ان في منظومه لتسويقه، مين بيشتري؟ بيعمل ايه؟ هل بنصنع هنا ولا بنصدر بره؟ فهمني الموضوع ماشي ازاي. هو بالنسبه للمنظومه بتاعه تسويق القطن يمكن الحمد لله بقى لنا 3 سنين شغالين فيها. المنظومه ديت بتدار من خلال وزاره التجاره والصناعه وقطاع الاعمال. المنظومه ديت بتبقى من خلال المزادات ومرتبطه بالسعر العالمي. الشركات بتدخل تعمل عمليه مزايدات في محصول القطن، الاعلى سعر بيرسى عليه المزاد بيتم عمله بالتعاون مع هيئه تحكيم واختبارات القطن علشان نحصل على رتب جيده وعاليه الانتاج، وبالتالي المنظومه بتضمن ان انا احافظ على اعلى جوده ممكنه وفي الوقت نفسه الفلاح المصري ياخد اعلى سعر ممكن وفقا للسعر العالمي. طب هو انتوا ايه السبب ان محافظه كفر الشيخ هي رائده في محصول القطن؟ يعني لو النهارده بنتكلم لو هنصنف المحافظات نديهم مراتب كده، انتوا في المرتبه الكام وليه انتوا رائدين في زراعه القطن؟ محافظه كفر الشيخ زي ما انا بقول لحضرتك يمكن هي اولى المحافظات في زراعه وانتاج محصول القطن، ودي لطبيعه ارض محافظه كفر الشيخ. يعني محافظه كفر الشيخ ارضها فيها نسبه من الملوحه وبالتالي بيسلق فيها المحاصيل اللي بتجود في الاراضي المستصلحه زي محصول القطن زي محصول بنجر السكر، وهي برضه بالمناسبه من اولى المحافظات في زراعه بنجر السكر. وبالتالي فالقطن بيؤدي الى بيجود في الارض بتاعتها وفي الوقت نفسه بيحسن من خواص التربه بتاعه ارض كفر الشيخ، لان كفايه بس ان احنا نعرف ان محصول القطن جدره الوتد ممكن يتعمق
لمتر ونص ومترين، وبالتالي بيعمل عمليه تهويه وعمليه بناء بشكل كويس جدا للتربه وعمليه صرف في التربه، وبالتالي بيحسن من انتاج الزرع اللي بعده، وبالتالي فالقط بيبقى كويس جدا في الحته دي. النقطه الثانيه ان محصول القط محصول تحميلي من الدرجه الاولى، يعني انا ممكن ازرع معاه محاصيل ثانيه زي الخيار وزي بعض المحاصيل الاخرى كويس. وبالتالي بيبقى العائد بتاعه كويس جدا وشكله كويس. طب انا يعني عايزين نبسط كده للساده المشاهدين، انا اعرف ان الدوله المصريه مهتمه جدا بقصه التقاوي، ان احنا عايزين نجيب افضل تقاوي علشان نجيب افضل نتيجه. فهمنا احنا كنا فين وبقينا فين في قصه التقاوي دي، وازاي ده اثر على يعني افضليه الانتاج او يعني زياده الانتاج او يعني وفره المحصول اللي جايه من هذا الامر. تمام. يمكن من احد المحاور اللي وزاره الزراعه واهتمام معالي الوزير مؤكد عليها جدا هي ان الفلاح يحصل على تقاوي عاليه الانتاج. بمعنى ان احنا في محصول القمح السنه دي معالي وزير الزراعه وجه توجيهاته بانتاج ما يغطي كافه المساحه في الجمهوريه، وبالفعل تم انتاج اصناف عاليه الانتاج بالنسبه لمحصول القمح، وتم توزيع كميه كبيره جدا على المزارعين على اساس ان انا احصل على اعلى انتاجيه من وحده المساحه نفسها، وده بيبقى مردوده كبير جدا سواء على المزارع او على الدخل القومي العام بالنسبه للزراعه. كذلك الحال بالنسبه لمحصول القط، محصول القط احنا مهتمين جدا بالحفاظ على السلاله المصريه وعلى الاصناف المصريه اللي موجوده من خلال زي ما انا قلت لحضرتك التقاوي المتقاعد عاليه الانتاج، ان احنا بنحدد اماكن محدده لانتاج الاقصار ده وانتاج التهاوي من خلال مراكز الاقصار، بتتولى بعد كده الاداره المركزيه لانتاج التهاوي وفحص التهاوي عمليه الانتاج واعتماد هذه التقاوي وتوزيعها على المزارع، وبالتالي الفلاح بيحصل هنا على اعلى كميه ممكنه من المحصول، ودي هو المهم في النقطه دي. يكفي ان انا اقول لك ان احنا عندنا مثلا في القطن الاصناف بتاعتنا بدات تكسر حاجز ال 10 امتار وال 12 امتار بفضل هذه التقاوي عاليه الانتاج. كنا كام بقى؟ انا عايز اعرف كنا كام وبقينا كام، دي تهمني جدا. احنا كنا في الاول ممكن نوصل لست امتار، احنا دلوقتي كسرنا ال 10 وبندخل على ال 12 في بعض المناطق اللي هي ذات تربه جيده وذات مزارع جيد بيسمع التوصيات الفنيه. وبالتالي دي عملت طفره كبيره جدا. برضو بالنسبه للقمح المزارع دلوقتي حاليا ممكن يحصل على 24 ارداب وممكن يزيد كمان بالنسبه للفدان بفضل هذه التقاوي عاليه الانتاج. شكرا ليك دكتور ناجح غربية وكيل وزارة زراعة كفر الشيخ، كل الشكر ليك.